شكرا جزيلا. أنت زاد المناسبة أعبر عنك عظيم الشكر وعظيم الامتنان على هذا الاستقبال الرائع والمميز. وهذا إن دل فإنما يدل، يعني أنا أستطيع أن أقول كلمة بسيطة، المكتوب يقرأ من عنوانه. العنوان ما شاء الله، يعني أنا أذهلت من بعد الاستعراض وعجبت كثيرا بالبرامج اللي تقوم الكلية بتنفيذها. هذا واضح جدا، أنا بعتبر يعني ممكن أنا أن ألقي أو أعطي تسمية للكلية اللي هي نقول عنها Center of Excellence صراحة. يعني البرامج تتحدث، مضمون برامج يتحدث عن نفسه، واضح كل الوضوح هناك يعني قدرات فنية متميزة. أنا بهنيكم وبعتبر أن تمويل الصندوق العربي يذهب بالاتجاه الصحيح للجهات اللي هي الأحق بالدعم والمساندة، والحرص على الاستمرارية في الشراكة الاستراتيجية مع هذه المؤسسة. من هنا بنطلب إن شاء الله سوف تشهد المرحلة القادمة أو السنوات القادمة أو الأشهر أقل أكثر تعبيرا، أن تشهد مزيد من التعاون بين الصندوق العربي والكلية لدعم المشاريع اللي هي بتمس قطاع التعليم، اللي هو إحنا قطاع التعليم المهني واللي إحنا بأمس الحاجة إليه في فلسطين وفي المنطقة العربية. لكم التحية ولكم التهنئة على هذا الإنجاز الرائع، ونعبر لكم عن سعادتنا بهذا الإنجاز المتميز من خلال دعم الصندوق العربي. لكم التوفيق إن شاء الله، وإلى مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله.